مساء الخير. مساء الخير، ازاي حضرتك؟ هيا استاذ وائل، انا متمتع بالحديث مع السياسي البارع العزيز الله يخليك منير فخري عبد النور. متشاكم مع الوزير. انتوا تزاملتما ولا ما لحقتوش؟ والله تزاملنا خارج الشغل، خارج الوزارة يعني. طيب اولا عايز اخد راي حضرتك في قبل الموضوع هنا الغاز، لانه كمان هنا رفع سعر الغاز قضية الناس يهتمون بها. شايف انه رفع سعر الغاز هيؤدي الى المساس بحقوق البسطاء والغلابة ولا مفيش مفر من كده؟ خلينا الاول نقول ان احنا يعني في عندنا تجربة سابقة، مش عايزين نكرر اخطاء الماضي كثيرا، في ان احنا قعدنا ما حركناش سعر انبوبة البوتاجاز من سنة 91 لما كان سعرها 2.5 جنيه لسنة 2013 لما تكلفتها زادت 80 جنيه ولما حبيت تحركها ما بقتش عارف تحركها توصلها لكام. فهذه الاخطاء التاريخية مش مفروض ان احنا نقع فيها، مفروض ان اي سلعة بيحصل فيها زيادة سنوية في سعر تكلفتها في سعر انتاجها بحيث ان انت ما تبعدش كثيرا بيها عن سعرها الواقعي، لان البعد السلعة بعد سعر السلع عن سعرها الواقعي بيعمل مفسدتين الحقيقة. المفسدة الأولى هو سوء استخدام هذه السلعة الثمينة. أنت النهاردة لما تشوف الناس أحيانا بتنزل مثلا تلف بالعربية عشان ينايم ابنه ولا يخش الأوضة ويطلع ويسيب النور مولع ولا السخان شغال على الفاضي طول النهار، فده سوء استخدام للطاقة الحقيقة. دي الحاجة الأولانية. الحاجة الثانية لما بتيجي تشوف بأسعار الفرصة البديلة في بلد بقت بتستورد تقريبا 25% من احتياجاتها، تلاقي ان انت سعر طن البوتاجاز مثلا اللي انت بتقدره ب 200 جنيه مصري انت بتستورده ب 1100 دولار. يعني انت لو بطلت تستورده توفر 1100 دولار، ولو قدرت توفر طن تبيعه ب 1100 دولار، فده بيشكل عبء كبير جدا على موازنة الدولة وعلى الاحتياطي من النقد الأجنبي في الوقت الحالي تحديدا اللي هو بيعاني من الأمرين. فالتحريك ده حاجة طبيعية، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، تعال نشوف التحريك عمل ايه. يعني انا النهاردة بقول الشريحة اللي من 0 لـ25 متر في الشهر ده بـ40 قرش، مفيش منزل بيتعدى الـ10-12 متر، ولما يوصل 25 ده يبقى استهلاكه يعني زايد قوي، فده معناه انه خد بـ10 جنيه غاز أنبوبة البوتاجاز، يعني أنبوبة بوتاجاز في الشهر. ما زاد عن ذلك هي المنازل ذات الاستهلاك العالي، حيثما يوجد بقى حمام سباحة، حيثما يوجد نظام تدفئة مركزي، كذا كذا كذا. فبالتالي المستوى الاقتصادي والمعيشي مرتفع فيستطيع أن يحتمل. الشريحة الثالثة اللي هي بتتكلم 100 متر فما فوق، دي كلها شرائح تجارية. هل يوجد محل مثلا سندوتشات بيبيع سندوتش مدعم؟ هل يوجد مطعم سياحي او مخبز سياحي بيقدم سلع مدعمه؟ محدش مس المخبز البلدي اللي هو بيمس بي بيعمل عيش مدعم، ده بقت اسعار الطاقه زي ما هي بالنسبه له لانه ده بيقدم سلع مدعمه. فانا برى انه تحريك اسعار اي سلعه مش بس الغاز، تحريك اسعار اي سلعه ده شيء طبيعي جدا. دي النقطه الاولانيه. النقطه الثانيه فيما يتعلق بالفحم. حقيقه انا شايف ان احنا بنستدرج الى خناقات جانبية. زي ما سيادة الوزير أوضح، إحنا يعني توليفة الطاقة في مصر متشكلة غلط. مفيش حد في الدنيا بيعتمد على حاجة 90% كمصدر لحاجة للطاقة. ده خطر من الناحية الأمنية. أنت عارف دي 96%؟ 96% مواد بترولية. خطر. خطر جدا. في أي وقت يحصل أي حاجة تؤدي إلى توقف هذه الإمدادات، معنى كده ان البلد ضلمت صناعة وزراعة ومنازل وكل شيء، فده ما ينفعش. لكن احنا بندور على خناقات فرعية، في ناس بتجرنا لخناقات فرعية. ما هو بيقول لك هتقتلوا الناس، صحة الناس، لا البيئة. بص يا استاذ وائل، لو قدرنا نغير التركيبة دي بدخول بعض المصادر الاخرى زي الطاقة المتجددة اللي ممكن في خلال سنة تبقى موجودة على الارض، انت النهارده الاستهلاك المنزلي بيعدي ال 50%، 52%. لو قدرنا ان احنا نغير التركيبه دي ونوصل بتركيبه معقوله من خلال الطاقه الجديده والمتجدده، مش هتلاقي نفسك محتاج قوي انك تعتمد على الفحم.
في توليد الطاقة، لكن دخوله في الصناعة ده شيء طبيعي جدا وليست له أضرار جانبية. دخوله في صناعة الأسمنت تحديدا لأن ده جوه الفران، فليست له انبعاثات بره بالصحة العامة. احنا ما بنقولش هنجيب فحم وننقله على الطرق ونوديه في كل حتة، لا، ده داخل في صناعة محددة موجودة في مناطق معينة، فاحنا بنستدرج لخناقات جانبية. يعني انت حضرتك مؤيد لاستخدام الفحم كإحدى مصادر، كأحد مصادر الطاقة، وده يحل لنا مشاكل كتير. يعني ده شيء طبيعي، الاستخدام المرشد المحكوم بقيود بيئية واضحة. أنا النهاردة لو عندي عمود نور في الشارع في سيرك عريان وموت واحد، هل معنى كده أشيل كل عواميد النور في الشوارع وأضلمها؟ مش هيحصل. فإحنا محتاجين أن كل شيء لازم يبقى له ضوابط استخدام، وإلا لو حضرتك بتتكلم على دواء قلب بتاخد منه نقطتين، لو بقوا 10 نقط يموت المريض. فكل شيء له ضوابط استخدام. إحنا طيب. اللي إحنا بنتكلم فيه دلوقتي بالنسبة لبقية أغراض الحياة، يعني الفحم لو نفع للصناعة فهنيجي عند الكهرباء هنلاقي ان الاستخدامات هتبقى كبيره قوي، ونقله هيبقى مثلا داخل جوه البلد. محتاجين ان احنا ندور على حاجه تانية، مصدر تاني بديل. عندنا الطاقه الشمسيه، زي ما ربنا ادانا ابيار غاز وابيار بترول، ادانا ابيار طاقه شمسيه لم تستغل حتى الان، وتستطيع احدى هذه الابيار في نقطه معينه موجوده في الصحراء الغربيه في العوينات انها تولد